تتواصل اليوم المرحلة الثالثة من عملية العودة الشاملة للمواطنين من الخارج، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الغد، وتشمل نحو 35 رحلة. ويشهد مطار الكويت الدولي تدابير وإجراءات احترازية عالية تزامنا مع استمرار مراحل رحلات العودة الشاملة للمواطنين من الخارج في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19 عالميا، ومن خلال تجهيز المركز الطبي الخاص بفحص المواطنين العائدين. نعم مشاهدين الكرام، لمزيد من التفاصيل معنا زميلنا مراسل تلفزيون دولة الكويت يوسف صفر من مطار الكويت الدولي T4. يوسف، حدثنا عن المشاهدات من حولك تزامنا مع وصول هذه الرحلة. يوسف، نعم شكرا زميل حسن، أمسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين، ومبارك عليكم شهر رمضان الفضيل والكريم. مثل ما تفضلت زميلي الغالي، متواجدون في مطار الكويت الدولي وبالتحديد في مبنى الركاب T4. مثل ما تلاحظون في تواجدنا هذه اللحظة في مركز الفحص الطبي في مطار الكويت الدولي. أحب أعطي نبذة عن رحلات اليوم اللي هي الخطة الثالثة لإجلاء المواطنين المتواجدين حول العالم. اليوم في هذا التاريخ 28 ابريل 2020 تم وصول لله الحمد 12 طائرة مكونة من 8 طائرات على متن الخطوط الجوية الكويتية و4 طائرات على متن الطيران الجزيرة، بإجمالي أعداد الركاب 2740 راكب من المواطنين. الرحلات كانت مكونة كالآتي: عندنا رحلة من دبلن، ورحلتين من وثلاث رحلات من مانشستر، وأيضا رحلة واحدة من نيويورك، ورحلتين من لندن، ورحلة واحدة من غلاسكو، ورحلة واحدة من كيب، وثلاث رحلات من لندن من الجيت ويك. في إجمالي الرحلات مثل ما أكدت لكم هي 12 رحلة. جميع المؤسسات المتواجدة في مطار الكويت الدولي مستمرة في عطائهم ودعمهم لخدمة أهالينا المواطنين اللي يتم إجلاءهم من دول العالم. وعلى رأس هذه المؤسسات هي وزارة الصحة اللي متواجدة لفحص المواطنين اللي يتم إجلاءهم في شكل عام. نستضيف معنا الدكتور مشعل الكندري وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب الأسنان ليحدثنا عن دورهم الأساسي في خدمة هؤلاء المواطنين من ناحية الإجلاء. مسي عليكم بالخير دكتور مشعل، وجهودكم واضحة وجبارة، أنتم متواجدون في البداية الأولى أو من ساعة الصفر في مطار الكويت الدولي، وخدمتكم وبصمتكم الواضحة في خدمة المواطنين اللي يتم إجلاءهم، عطنا كلمة وبالتحديد في شهر رمضان المبارك. مساك الله بالخير أخو يوسف، وحب أمسي على أخواني المشاهدين، وتقبل الله طاعتكم. وأمانة إحنا دخلنا في مرحلة ثالثة، وهذه المرحلة كنا مستعدين لها، وعملنا بعض الترتيبات لتفادي الملاحظات اللي كانت في المرحلة الأولى والثانية، ولله الحمد تمت هذه المرحلة، واليوم احنا اليوم الثاني واحنا سعيدين في نجاحها. الإخوان المتواجدين في القاعات اللي قاعد تشوفهم انت الحين، احنا الحين استقبلنا طائرتين في نفس الوقت، وكان وقتها وقت الفطور. الإخوان والدكاترة كانوا متواجدين في الساحة الخارجية، يدوب بس كلوا تمرتهم وشربوا اللبن ودخلوا على طول في الصالة لاستقبال أهالينا. وإحنا نقول قرت عينكم يا أهل الكويت، وإحنا سعيدين جدا في استقبالكم. وأمانة الرسالة اللي أنا أبي أوصلها لإخواننا إن لا تضيعون هذه الجهود اللي إحنا قاعدين نقوم فيها، والتزموا في كل التعليمات اللي هي موجودة. أمانة إحنا نحزن لما نسمع إن في ناس كسرت الحظر أو في ناس ما تبعت التعليمات، فهذه الجهود كلها راح تضيع. انتم قاعدين تشوفون اخوانكم سواء الكوادر الطبيه وسواء جميع القطاعات، قطاعات الدوله متواجده في اوقات الظهيره الى منتصف الليل، الى حتى يعني الفجر، في بعض الاوقات ما يمديهم حتى يتسحرون. فلا تضيع هذه الجهود، هذا امن. احنا رسالتنا هي لمنع الانتشار ومنع ونطبق التباعد الاجتماعي لسلامه الوطن، وباذن الله راح ترجع كويتنا حلوه وجميله مثل ما كانت، مثل ما عهدناها. دكتور مشعل الكندري، الله يعطيكم العافيه على جهودكم الواضحه وبصمتكم في خدمه الوطن، وايضا
المحالين المواطنين اللي يتم إجلائهم، ومهما قلنا شهادتنا فيكم مجروحة وأنتم على رأس الهرم اللي هي وزارة الصحة. الله يعطيكم ألف عافية دكتور مشعل. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم من خلال تواجدنا في مطار الكويت الدولي، وأكدت لكم أن في هذا اليوم وصول 2740 من الركاب، وغدا بإذن الله راح يكون في اليوم الثالث أيضا في وصول 12 طائرة أيضا على متن الخطوط الجوية الكويتية، وأيضا طيران جزيرة، وبعدد ركاب أيضا 2740 راكب. زميلنا يوسف صفر من مطار الكويت الدولي T4، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر موصول للدكتور مشعل الكندري الوكيل المساعد في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لكما.